هيك فيروز كانت توقف على المسرح وتغني آخر أيامي الصيفية والصبي شوي شوي وصلت عساحة ميس الريم وانقطعت فيها العربية. من بعد ما تغني الناس تبلش تزقف. في فيلم تاني لما كانت تتغير لبسها على العمدة ومش العمدة وتاخد من الغني وتعطي للفقير، هذا الفيلم برضك شفته أنا كل الفيلم وأحداث الفيلم، بس اسمه نسيته. سفر بردة ولا مش سفر برلك؟ أيها شفتي. بسأل حالي كتير كيف كانت رح تكون الأيام لولا أغاني وموسيقى وكلمات عاصر رحباني؟ بياخدني لبعيد لمطرح أخضر، سما زرقاء والهوى ناعم، كلمات عاصي في سحر. خالته أم علي خلصت. خلصت؟ أي good very good. شو اسمك أنت؟ علي كيالي. ولبستي شو اسمها؟ كوكو. هون دكان أبو ديب، أحلى دكاني بالمخيم. السلام عليكم أبو ديب. السلام. كيفك؟ الحمد لله. وأنا لوحدي. هيدي تفضلي. شكراً. بيقولوا إنه فيروز كانت تختار له ثيابه العاصي، حتى لما اختلفوا كانت تضل تختار له الكرافات تبعه، لونها ولون البدلة. وبيقولوا إنه كان يقول عن زياد أنا بخاف على زياد لأنه ثورجي مش متمرد. عاصي كان حالم مجنون، كان يشرب كاس الهوى من عيون فيروز وكان يجن كل ما شاف إن الحب ممكن يكون إلى حدود. شو حلو كلام عاصي، كلامه ألحانه بتخيله بشم ريحة الغنية كل ما اطلعت فيه فيروز. ضحك يما يما نزلي لي السلة. يلا يما خدي. شكرا. واخيرا اجى عاصر رحباني على مخيم مارلياس. عاصر رحباني مؤلف موسيقي، شاعر، كاتب مسرحي لبناني. ولد ب23، عاش طفولته بالطبيعة بين المساتين والمزارعين وحفظ كتير أشعار من ستو. كل هذا أثر على أعمال الموسيقية ومواضيعها. أسس مع أخوه منصور الرحباني مشروع فني اللي عرف بالأخوين الرحباني. شو أكتر أغنية بتحبها لفيروز؟ يا فوتس. ستي قالت لي أني بقدر أعرف عمر الشجر من عدد الدوائر اللي فيه، هذا مكان السري. لهون باجي بس بدي أسكت أو بدي أحلم. يا بيع الخواتم بالموسم اللي جاي جيب لي معك شي خاتم، يا بيع الخواتم رح يتركني حبيبي حبس لي حبيبي بخاتم. ترارارارا لا 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 ترا. شو حلوة قصة حب عاصي وفيروز. بتقول فيروز حبيت صور عاصي ومطارحه، دخلت عليها وما عاد فيني أطلع منها. أنا وصغيرة كنت أفكر إذا باخد تاكسي بقدر أروح على فلسطين. شو حلوة الأحلام. قال لي انطريني برجع بصيفي ولا تسأليني مخبي لك هديه.